رجال تحبها للكويت للكويت واحنا معاها كلنا الغلا جينا نغني في حبها للكويت 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 دولة بات الحنينة فيها رجال تحبها للكويت واحنا معاها كلنا الغلا جينا نغني في حبها بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من مبنى مجلس الأمة واحتفالية بافتتاح مبنى صباح الأحمد الجديد، المبنى الجديد للسادة أعضاء المجلس، حيث سيتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بافتتاحه بعد قليل إن شاء الله، وهي إحدى صور رعاية وعناية سموه رعاه الله بالمؤسسة التشريعية. إن هذه المبادرة ليست غريبة عن سموه حفظه الله الذي طالما ساند ووجه المجلس إلى أن يكون دائما في خدمة الشعب وقضاياه والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بالعمل التشريعي الذي يرتقي بالمجتمع ويحقق رفاهية أبنائه. إن دولة الكويت جديرة بأن يكون لبرلمانها مبنى يليق بتاريخ الحياة النيابية. في هذه اللحظات المباركة يصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مبنى مجلس الأمة الجديد، مبنى صباح الأحمد، حيث يتفضل سمو رعاه الله بعد قليل إن شاء الله، فيشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح مبنى صباح الأحمد الجديد، حيث استقبل من لجنة الاستقبال المشكلة من معالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم المؤقر، ومعالي نائب رئيس مجلس الأمة السيد مبارك الخرينج، والسادة الأعضاء الكرام، والأمين العام لمجلس الأمة السيد علام علي الكندري. سموه رعاه الله يصافح مستقبليه من لجنة الاستقبال المشكلة لاستقباله حفظه الله. أيها الأخوة والأخوات، إن هذا الافتتاح ليس توسعا في المباني فحسب، بل في المعاني التي يشهدها الفصل التشريعي الرابع عشر وما حظي به من إنجازات عديدة، سواء على المستوى التشريعي أو المستوى الرقابي، فالجميع أعرب عن الفخر والاعتزاز بالرعاية السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لحفل افتتاح مبنى الأعضاء الجديد بالمجلس، مؤكدين أنه حدث تاريخي ولفتة أبوية كريمة تعكس هذه الرعاية السامية إلى دعم العمل النيابي وتطوير الممارسة الديمقراطية. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يبدأ ويدانا بافتتاح هذا الصرح المعماري،
هذه التوسعة وافتتاح هذا الصرح المعماري الملفت للنظر، والذي يتكون من مرافق كثيرة من مكاتب للنواب وقاعات ومسارح وأمور أخرى، والذي سيسهم بلا شك إيجابا في توفير البيئة المناسبة للعمل البرلماني في مجلس أصبح أكثر عصرية بإضافاته التي تمت عليه، مضاهيا البرلمانات في دول العالم المتقدم. فالتطور العمراني الهائل والذي تشهده دولة الكويت في عهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تتقدم مضاعفة لرقعة المدن والامتداد. فهذا التطور له أثر عظيم في الصورة الكويتية التي ينظر لها العالم بأسره، والذي يدل على العزيمة والتقدم والتحدي لكل الظروف في سبيل السير في ركب الدول العالمية المتقدمة في نشأتها العمرانية وبنيانها الضخم ومرافقها التي تصبح كالمعالم الهامة والعلامات التي ترشد العالم من خلال الصور والمشاهد على تلك الدول التي تميزت بها. كما نشاهد هذا المبنى وهذا الصرح المعماري المميز والذي تمتد مظلة المدخل الرئيسي لمبنى السادة أعضاء مجلس الأمة، حيث يشمل أيضا مدخلا لمبنى مركز المعلومات، حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يدخل في قاعة المسرح الجديد والذي سيتم بعد قليل إن شاء الله الاحتفالية لافتتاح هذا الصرح المعماري. الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم، سمو ولي العهد حفظكم الله، معالي رئيس مجلس الأمة، سمو رئيس مجلس الوزراء، السادة أعضاء مجلس الأمة والسادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتئم اليوم في واحدة من أزهى اللحظات الكويتية التي تجاور فيها مشاعر الاعتزاز والفخر مظاهر البهجة، مبنى نواب الأمة الجديد، لبنة أخرى في صرح الديمقراطية الكويتية التي ساهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في وهج منارتها. كل الحروف
وكل صيغ الترحيب تنحني اليوم أمامكم يا صاحب السمو إجلالاً لعظيم الصرح الذي بنيتموه في قلوبنا محبة ولهفة ورعاية بعد جزيل عطاء. لا يعلو الكلام كلام الله، ولا يحلو الكلام إلا بكلام الله. لذلك فإن خير ما نفتتح به حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يشنف بها أسماعنا المقرئ فهد الكندري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. مبنى نواب الأمة الجديد، مبنى صباح الأحمد، شيد برؤية مستقبلية. المشروع تجاوز كل العقبات بفضل إصرار أهل العزائم على الإعجاز بالإنجاز، وقد استحقوا منا كل الشكر والثناء. إنهم أعضاء فريق استكمال مشروع مبنى السادة الأعضاء، وهم أمين سر المجلس السيد عادل الجار الله الخرافي، رئيس الفريق المكلف بمتابعة المبنى والذي بذل جهوداً جبارة واستثنائية
ليتم استكمال المبنى الجديد في فترة زمنية قياسية لا تتجاوز 7 شهور بجانب زملائه الأعضاء. السيد العضو فيصل الشايع، السيد العضو يعقوب الصانع، السيد العضو أحمد لاري، السيد العضو عبد الله التميمي، والسيد العضو مبارك الحريص، السيد العضو يوسف الزلزلة، وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري، وإلى كل المهندسين والمهندسات ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الأمة. جهودهم أثمرت استكمال هذا الصرح الذي نستعرض مراحل تشييده في هذا الفيلم القصير. حبان الله بكم يا صاحب السمو أميراً ووالداً وحامياً لطموحات أجيالنا. أسعد الله بكم صباحاتنا، فكيف لا نشيد لكم صرحاً في قلوبنا وآخر في وطننا يحمل اسمكم السامي. مبنى صباح الأحمد، الاسم والمسمى، الصرح والدلالة في كلمات يلقيها معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم، سمو ولي العهد حفظكم الله، سمو رئيس مجلس الوزراء وفقكم الله، الزملاء الأفاضل، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العظيم. باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس الأمة أرحب بكم يا صاحب السمو بين أبنائك قائدا وأميرا ووالدا، وأعرب لكم عن امتناننا وعرفاننا لتفضلكم بهذه الرعاية السامية لحفل افتتاح مبنى نواب الأمة الجديد. هذا المشروع الذي طال انتظاره، والذي يضم مكاتبا للنواب والوزراء ومرافق أخرى حيوية تساعد مجلس الأمة في أداء أعماله ومهامه ورسالته، مع التأكيد على أن الأهمية لا تكمن في المبنى في حد ذاته، بل في رمزية استكماله ودلالات تسميته. يا صاحب السمو، إن قرار إطلاق اسم صباح لأحمد على هذا المبنى لم يكن قرارا فرديا، بل كان نابعا من إجماع كافة أعضاء أبنائك أعضاء مجلس الأمة. لم يأتي على سبيل المجاملة، بل جاء بهدف إيصال رسالة للتاريخ والأزمنة القادمة. لقد أطلقنا اسم سموكم على هذا المبنى الجديد لنواب الأمة لنقول لأجيالنا القادمة: هذا اسم صباح الأحمد، أحد الآباء المؤسسين الذين صاغوا دستور البلاد مع ثلة من الرجال الذين سبقوا عصرهم بسنين طويلة. لقد أطلقنا اسم سموكم على المبنى الجديد لنواب الأمة لنقول لأجيالنا القادمة: هذا اسم الأمير الذي تولى مقاليد الحكم عبر إجماع شعبي غير مسبوق وإجراءات دستورية كانت محل إعجاب العالم أجمع. لقد أطلقنا اسم سموكم على المبنى الجديد لنواب الأمة لنقول للأجيال القادمة: هذا هو صباح الأحمد الذي شدد على الشورى والديمقراطية وحكم الدستور وعلو المؤسسات الدستورية في زمن كانت شعوب منطقتنا تعيش أزمات الرغيف وأحلام العيش الكريم والإرهاب والتشظيات الاجتماعية والاحترابات الهالكة. لقد أطلقنا اسم سموكم على المبنى الجديد لنقول لأبنائنا: هذا هو حامي الدستور الذي يقف دوما خلال كل أزمة سياسية أو دستورية في صف الدستور قولا وفعلا وعملا، تصريحا وتلميحا، سرا وجهرا. لقد أكرمني الله سبحانه وتعالى في السنوات الثلاث الماضية أن أكون أحد الشاهدين على هذا العهد، إذ لم أستشر سموكم في موضوع يتعلق بحقوق الشعب إلا وكنتم في صفه، ولم أطلب منكم مشورة تتعلق بخلاف عابر أو مزمن بين السلطتين إلا وكانت كلمتكم: اعملوا للتوافق أولا وبعدها فليقرر مجلس الأمة ما يراه مناسبا. وأخيرا، لقد اخترنا أن نطلق اسم سموكم على هذا الصرح ليتجاور على بعد أمتار قليلة خالدا وشامخا مع اسم أبي الدستور الشيخ عبد الله السالم الذي يزين اسمه قاعة مجلس الأمة. وسنقول لأبنائنا وأجيالنا القادمة بأن الشيخ عبد الله السالم هو المؤسس، وأن الشيخ صباح الأحمد هو المجدد الذي رسخ ديمومة نظامنا الدستوري المجيد. ولا يسعنا هنا يا صاحب السمو في هذا المقام إلا أن ألتمس منكم العذر كون هذه اللفتة الرمزية لا تفي حقكم، وكون هذه البادرة لا تحيط برصيدكم، مبتهلاً إلى العلي القدير أن يحفظكم وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظ الكويت وشعبها الوفي الأبي من كل شر ومكروه، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعجز حروفنا التي صيغت بحبر المحبة والتقدير يا صاحب السمو أن تفي قدركم السامي،
فارتأينا أن تكون الكلمة معززة بالصورة تشد بعضها بعضا ليكتمل المعنى، علها ترقى إلى تجسيد مدى عرفاننا بتضحياتكم الجسام في مسيرة بناء كنتم فيها الشاهد والفاعل والملهم، مسيرة أميرية استوقفتنا محطتها في فيلم وثائقي. صباحنا كنز من العطاء، كنز من الإنجازات والتوجيهات السامية اللي كانت ولا زالت تحقق المستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا ولوطننا. لولو اشتغل الميكروفون عندك؟ ايه اشتغل. ليش؟ ابوي الشيخ صباح وصل؟ لا طليت بالمسرح ماكو واحد. يلا انا كاشخة بصور معاه. اي صبري حتى انا بصور معاه. امشي امشي. شوف شوف في واحد واقف. لا عيل امشي خلنا نسأل متى تبدأ الحفلة. حياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا ومرحبا. هلا أمرو. ممكن نقول كلمة حق أبوي الشيخ صباح ونصور معاه إذا يا؟ أوه بتقولون كلمة وتصورون معاه بعد إذا يا؟ إيه بصور مع أبوي الشيخ صباح وبحبه والله. عيشت وأنا أحب بشاشة التلفزيون كل ما طلع. أخاف بس ما يرضون يا يبا. حسافة ما نعرف لا شيخ ولا وزير ولا عضو مجلس كان توسطوا لنا. لا إلا هذه أبوي الشيخ صباح فاتح قلبه للكل وإحنا كلنا عياله والعيال ما يحتاجون واسطة عشان يدخلون على أبوهم أو يكلمونه. كفو كلامك عادل بس أنت والظاهر جيتوا متأخرين. أبونا الشيخ صباح موجود في قلوبنا وفي عقولنا وقدام عيوننا. وينه؟ اي والله كاهو يا بعد ريحة امي وابوي انت. يبا صباح اذا الشباب حطوك تاج على راسهم طول هالسنين والليالي تراك عند بنات الكويت يا يبا انت قطعة من يوفنا يا بعد يوفنا يا الغالي كلنا نعيش اليوم بوجودك مرتاحين ورافعين الراس يا نجم بالسماء اسمك يبرق ولالي ثلاث كلمات ربينا عليهم وسقونا اياهم اهلنا من ذاك الزمان ليومنا الحالي الله الوطن وانت يا يبا الثالث خلطنا حبك حب هالارض بالروح والدم ومن يقدر يعزلهم غير سبحان اللي بالعالي. يب يبا صباح احنا الصغار حبيناك قبل لا نكحل عنا بشوفتك كل يوم كل يوم نسمع اهلنا يسولفون عنك وعن طيبتك وانغرس هذا الحب فينا لين صار عندي حلم شوفتك لكن ما فقدت الامل تدري ليش؟ لأن اسمك محفور بقلبي وبعيني صورتك. أنت التواضع، أنت الكرم والطيب، أنت الصبر اللي شفناه بحكمتك، أنت المعلم، أنت الكتاب اللي أجيال وأجيال تتعلم من خبرتك. والله والشاهد الله لو تنباع الروح لبيع روحي واشتري سيرتك. بارك الله فيكم ما شاء الله ما شاء الله. ما دام قلتوا هالكلام الطيب هذا عيل خلونا نشوف كلنا جميع هذا الفيلم عن ابونا صباح عن صباحنا من يومه صغير الى يومنا هذا. الله يطول بعمره. قولوا امين امين. يلا
أخبرني البداية، كم هي صعبة وحلوة البدايات. تتملك وجداني كشريط حياة يستنفر في ذهني صورا ومعاني ومشاعر بعيدة في الزمن لكنها قريبة ملحة. هذا الفضاء الأزرق خلف هذه الأشرعة المتعبة من رحلات السفر والغوص على اللؤلؤ، ترتسم أرض بدت مستعصية على ألوان الحياة. ذرات الرمل تسطع تحت الشمس، تعانق نسائم البحر كل صباح ومساء. لم ينبت شجر كثيف في الأرض التي يسقيها البحر، لكن نبتنا من ذرات الرمل وحبات اللؤلؤ. استجمعنا بعضنا خلف سور له أبواب إلى قلوبنا، اعتصرنا السحاب وسقينا الماء من كل جب، ومن أشعة الشمس أوقدنا بيوتا. ولد من رحم العزم، أشرق صباحنا حالماً متطلعاً وفي مدرسة الحياة المباركية نهل من حكمة الكبار. أطلق العنان لخيالات لم تسعها كراسة، وبين سطور الحياة خط لنفسه حروفاً ودروباً تحفها تساؤلات باحتمالات ينسجها خيال يعانق الآفاق. انتهت الحرب الكونية الثانية، انقشعت الغمة لتندفع الهمة بعد طول كساد تجاري، لما كانت دروب البحر أمامنا صعبة وخطيرة، وهي شريان حياتنا وأرزاقنا. يستلهم من صباحاتنا قدرنا. التأم في بيت مبارك في كنف آل الكرام، اقتبس أميرنا من نور أميرنا الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه حكمة وبصيرة، فأقسم صباحنا كلما تعاقب الليل والنهار أن يستلهم من النور الكامل في الإنسان، فالإنسان يبقى إنسان هو الغاية وهو العنوان. نادى مناد ولاح في الأفق أن في باطن الأرض مكمن الخير، كثبان الرمل تمايلت كأمواج البحر، احتبست بين ذراتها ذهبا أسود، وهي اليوم تبوح بما اكتنزت. تصدر النفط المشهد الكويتي عام 1946 لتدور بفضل عائداته عجلة التطور، ففي أزهى العمر تدفق النفط كشلال خير، قطرة تلألأت في بحر العطاء الرباني، غير اللؤلؤ حينها بياضه. عهد مضى
وآخر قادم. بفضل عائدات النفط دبت ألوان الحياة في جغرافيا الديرة، صدحت بها سواعد تلفحها الشمس وهي تبني للحاضر مستقبلا. عمار، عمار يا كويت. الكويت الصغيرة كبرت في عيون أميرها وأهلها وخلانها. نمت وربت وعانقت أحلاما فتية، تدرجت في سلم المسؤولية برؤية فيها حكمة وروية. إن للدولة شؤونا إدارية يرعاها شباب، شمر للبناء بالتخطيط، وإن للثقافة والإعلام رواد بالتحديث، وقبلهما رائد في محو الأمية نذر شبابه لتلقين حروف للأجيال، وعانق أحلام الفن السادة كرافد ثقافي منفتح على الدنيا. مناصب ومهام شكلت رجل دولة. اعتلى صباحنا صخوة أحلامه وانطلق يحلق في الآفاق بإشراف وتوجيهات نورانية لسمو الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه. فكان الأمير والملهم، وجاء اليوم الموعود بجلاء الانتداب، مؤذنا بالاستقلال وإطلاق العنان لألوان الاحتفال. غابت شمس بريطانيا عن أرضنا وبحرنا وسمائنا لتشرق شمسنا إلى الأبد. في الدولة الجديدة اشرأبت الأعناق لسماع فصل البيان. وبهذه العجينة وهذا المضى تتابع دولة الكويت سيرها، دولة عربية مستغلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات. بشموخ الكبرياء واصلنا المسير بأن لنا في الديمقراطية خطوات بالتأسيس في مجلس استقرت الحكمة فيه رأيا مرصعا بآداب الحوار. هم أعضاء من طيلة الآباء الرواد، وسموه منهم بعلو الهمة وسمو المهمة، خطوا لنا دستورا نقل شورتنا من حالتها الاجتماعية إلى حالتها المؤسساتية. يترأس دبلوماسيتنا الحيوية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منذ يناير عام 1963 رافعا لواء السياسة الخارجية على أسس التوازن الاستراتيجي والحياد الإيجابي والدفاع عن الثوابت القومية. في كنف دولة فتية بأحلام عصرية تسابق طموحات شبابية ألوان الدولة المستقلة، تسمع العالم صوتها في هيئة أفسحت للدولة الحديثة موقعا بين الأمم. ملحمة دبلوماسية ألهبها صباحنا بأن أذاب الجليد من تحت أقدام الدب، فانتزع الاعتراف، كل الاعتراف. إن شعب الكويت فخور بانضمامه إلى هيئة الأمم المتحدة، واثق من تجاوبها في النهاية مع أمان الشعوب، موقن بانتشار المحبة والسلام على الأرض، مؤمن بحتمية انتصار الحق، إيمانه بالله. الكويت معترف بكمال استقلالها وسيادتها، والدنيا من حولنا تؤكد أنه قد حان الوقت ليكون لنا على خارطة العالم شأن جديد كفاعل إقليمي ودولي. الحمية العربية قوافل البواسل إلى سيناء والجولان. سلاح النفط حينها كان خياراً قومياً، فيما دبلوماسية الابتسامة
سلاح ناعم في عالم خشن. لم يكن مهما لصباحنا في المصائب تحديد المصير، بل المهم مكمن الصواب. في عالم حربه الباردة تسخن على نار هادئة، تعاقبت علينا الأحداث والأهوال، توعدتنا بالمخاطر، الجبال من حولنا تتحرك وموقفنا ثابت لا يتزعزع. سفينتنا الدبلوماسية يقودها ربان ماهر يتقن فنون الإبحار في محيطات الأهوال. نيران البركان الثائر من حولنا امتدت حممه الملتهبة إلى بيتنا، إلى قلبنا النابض. وبعفويته الإنسانية وحسه الوطني وفزعته الأبوية، سمو الأمير صباح الأحمد يتلمس مكامن الألم ليسلع ترياقا. لم تثرينا المخاطر المحدقة بنا من أن نكون عاصمة للطموح بالعصرنة والحداثة، ففي عنفوان حلمنا باتت الكويت دولة للأحلام المتدفقة، لكنها دولة مرصودة، دولة حسدها العدوان، قلبها النابض عروبة اخترق بالنكران. ليلة الغدر حدث أن دنست آليات الموت وجنود العبث أرضنا الطاهرة وعاثت فيها فسادا. صمدنا بأن قاومنا. وفي جدة كان الموعد مع العزم المتجدد، قسم غليظ يومها بأن لا نأمن عتمة الظلماء ولا تستهوينا الخطب الصماء، وأن لصباحنا معاهدون وإنا بصباحنا عائدون. في لقاء كهذا رسمي الدعوة شعبي الاستجابة، ليس الهدف أبدا مبايعة آل الصباح، ذلك لأن مبايعة الكويتيين لهم لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد ولا مجال نقض لتجدد، ولا ارتبطت بموعد لتمدد. وإن خروج الغزاة آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير. عميد للدبلوماسية جند الأمم من مشارق الأرض إلى مغاربها، استنفر كل أحرار العالم لنصرة الحق الكويتي المغتصب. الكويت الجريحة آن لها أن تتحرر من ظلم الغزاة وأن يشرق صباحها من جديد. فالكويت سدرة إن قطعت جذورها عادت. أذكر أيامها، أنه في لحظة الانكسار كان كل شيء فينا إلى انحسار. الغدر ترك في الحلق غصة، للغزو في الذاكرة مرارة. لا أعرف كيف فعلوا ذلك؟ من أين جاءت كل هذه الطاقة الإيجابية لإعادة الأمل إلى الأمل؟ لكنها قدسية الوطن، وجه الولاء للشرعية، لآل الصباح الكرام. Ambassador El Sabah, tonight Kuwait is free. الكويتيين الذين وقفوا وقفة رجل واحد، وخاصة الكويتيين
الذين بقوا تمسكوا في أرض ولم يتركوها. ونحمد الله، نحمد الله كثيرا على إعادة بلدنا إلى أصحابها ورجعة الكويت الكويتيين. أنغام النصر المبين ألهمتنا لحن الإعمار، الطاقة التي استمدناها من شمس صباحاتنا بثت فينا الأمل الجديد. ولكن كيف لما حققناه على مدى سنين طويلة أن نعيد بناءه في أشهر معدودات؟ المهمة لم تكن سهلة، ولكنها لم تكن مستحيلة. وكما بنيناها أول مرة نعيدها هذه المرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. رئيسا لمجلس الوزراء في يوليو من عام 2003 حلق صباحنا عبر جغرافيا القارات، سعيا إلى الطموح الأول بأن يكون الإنسان محور عودة الكويت لتتبوأ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء في العالم. استثمر سموه حفظه الله ورعاه رصيده الدبلوماسي العريق في بلورة الأفق التنموي الطموح بالتنفيذ بعد التخطيط. أحلام صباحنا باتت مشروعا وطنيا. لا يتصور تحقيق أي مشروع وطني بينما نصف المجتمع مهمش. قناعات تجسدت قانونا وفيا لروح الدستور بالمساواة. الحقوق السياسية للمرأة اكتملت مع صباحنا في بيت الشعب، فهي نبض المجتمع وحسه الكامل لا نصفه. أود أن أهنى أخواتي نساء الكويت على حصولهم على حقوقهم السياسية، وأتمنى، وهذه هي الرغبة الأميرية والتي قد وفق عليها من هذا المجلس، وأتمنى لأخواتي أن يساهمن مع أخوانهم في بناء هذا البلد وفي مستقبل هذا البلد. أتمنى للجميع التوفيق. شكرا سمو. الحقوق السياسية للمرأة لم تكن الإنجاز الوحيد، فقد ألهمنا صباحنا فكرة عنا وهي فينا، تنمية وإعمار، محورهما الإنسان الكويتي، كرامته ورفاهيته، صحته ومستقبل أجياله، مدنه التي تأوي والطرق والجسور تربط أوصاله. علت في أجوائنا صروح الحداثة والعصرنة، أبراجا ذكية بهية مطلة على بحر عزتنا بأن نكون للمستقبل متطلعين للإعجاز بالإنجاز. نبت الطموح في أرضنا مرويا بآمالنا وثقتنا في قائد نهضتنا. لا سقف لطموحنا ولا حدود لأحلامنا ما دام صباحنا. قدرنا أن تمتزج أفراحنا بأقراحنا، ففي عز الشراف عهد الإصلاح الاقتصادي والسياسي انطفأت شمعة. أمير القلوب إلى جنة الخلد، ألم الفراق زاده ثقل الأعباء. صباحنا أمير باختيار من الشعب، قسم غليظ بالوعد أمام ممثل الشعب. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استغلال الوطن وسلامة أراضيه. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،
وأصون استغلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أكون مخلصا للأمير. من مجلس الأمة منبع الحكمة على الصوت، وكاد بعضنا ألا يسمع بعضنا. ومن هنا فإنني أدعوكم من أجل الكويت ومستقبل أبنائها إلى نبذ خلافاتكم والكف عن توجيه الاتهام إلى أحد دون بينة. سمو الأمير حفظه الله أعلن مواصلة نهجه الإصلاحي، فكان الدستور الذي ساهم في إقراره 50 سنة من قبل هو المصدر. إنني أقبل بحكم المحكمة الدستورية، فالعودة للحق فضيلة. وكما أن لكل البدايات بداية، فإن كل النهايات تفضي إلى بدايات جديدة. هذه خلاصة قراءة أميرية لمشهد النيابي تاهت فيه البوصلة حينا من الزمن المستقطع من رصيد البناء، فبزغ في صباحات الكويت شعاع مجلس استنبط من أميره فكرة نورانية بأن المجد لا يبنيه الصخب مهما علا، وأن الصراع لا يعمر الأمصار، وأن المكاسب الظرفية للمعارك الوهمية لا تجدي نفعا إن ضاع الوطن. مجلس يستلهم من سموه عزم الكبار استدراكا لما قد فات. في صيف رمضاني حار مثقل بالتجاذبات، أغلبية من تعودوا على ممارسة حقهم الانتخابي انتخبوا ممثليهم عبر مجلسهم ضمانا لغد أفضل. وإننا لنأمل وندعو الله أن يكون هذا المجلس علامة مميزة في الإداء البرلماني وفاتحة نهج مميزة جديد في العمل السياسي قوامه إعلاء مصلحة الكويت فوق كل شيء آخر. احنا داشين مرحلة جديدة، مرحلة عنوانها الأمل، وقودها العمل، والمسؤولية فيها مشتركة وجماعية بين الكل، ليست مسؤولية فردية. ولا شك أن الحرص المشترك على التعاون والتشاور بين المجلس والحكومة هو السبيل لما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين. مجلس عاهد الأمة على تصويب الممارسة النيابية باتجاه الإنجاز رقابة وتشريعا، فصار الأعلى تشريعا في تاريخنا البرلماني بفضل تفاؤل ممثل الشعب مع أولويات الشعب، وأقر 100 قانوناً واحدا حتى الآن في وطن تتربصه المخاطر والتحديات من كل صوب. وأنني كوالد للجميع أدعو بل أطلب منكم وسائر إخواني وأبناء المواطنين أن يعوا دائما أبعاد الأخطار التي تهدد أمننا ووجوب الحرص على وحدتنا الوطنية والمشاركة بدورهم المسؤول في حماية أبن الوطن. لقد كانت الوحدة الوطنية سببا في انتصار شعبنا العظيم خلال كل المحطات الحاسمة عبر تاريخنا القديم والمعاصر، وستكون سلاحنا الفتاك ضد الإرهاب الجبان تجسيدا لقناعة كل فئات الشعب أن لا دولة ولا تنظيم ولا حزب ولا فكرة يعلو فوق مصلحة الوطن الغالي. تجمعهم المحن والأزمات والمحبة موجودة في قلوبهم وفي عقولهم. شلت يد الإرهاب بل تبت وتب، ما نال من شعب الكويت وما كسب. كنا ولا زلنا جسد واحد لا يمكن لكان من كان أن يفرقنا. واختم بالشكر لله أنني خلقت كويتيا في ظل آل الصباح وفي هذا المجتمع الكويتي المميز بتأخيه وترابطه. شكرا بلا حدود للجميع. شكرا آخر رئيس. باسم الشعب
ولأجل الشعب. تصويب العمل النيابي واجب واستحقاق. أعاد للأدوات الدستورية هيبتها ومكانتها كما أراد لها الآباء المؤسسون. الشعب الكويتي ينتظر من مجلسكم الموقر رقابة تتسم بالوعي والجدية والموضوعية، وتبتعد عن الكيدية والشخصانية والحسابات السياسية. كما أحييهم على الجرأة والشجاعة في الوقوف أمام بعض الممارسات التي أساءت عمداً استخدام الأدوات الرقابية وتعسفت فيها، الأمر الذي ساهم في إصلاح هذا الإعوجاج وأعاد الاعتبار لتلك الحقوق والرخص الدستورية التي شرعها المؤسسون الأوائل كوسائل إصلاح لا أدوات للابتزاز والتكسب السياسي. بعد ما سلمت هذا الاستجواب ناقشت الأخوة الدستوريين في القاعة، وقيل لي أن هناك بعض المفردات التي قد يظن القارئ سواء في الحاضر أو في المستقبل أنها قد تكون إساءة لمعالي الوزير، لذا أنا أطلب من معاليكم حذف بعض هذه الكلمات إذا تسمحون لي. ومكاشفة مع الشعب عقد المجلس جلسة خالصة لتقارير ديوان المحاسبة سمواً بالفعل الرقابي. إنني بذات الوقت أدعوكم لتفعيل الرقابة على إداء الأجهزة الحكومية التي تتسم بالموضوعية والحرص على المصلحة العامة والبعد عن الشخصانية والأهواء بما يحقق الإصلاح المنشود. ولأن المهام التشريعية لمجلس الأمة تكتمل بالدور الرقابي، فقد قمنا بتخصيص جلسة جمعت الحكومة وديوان المحاسبة في فضاء مكاشفة ومصارحة كأسلوب رقابة غير مسبوق، مع استمرار بالمتابعة. أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على تخصيص هذه الجلسة لمناقشة أمر مهم وخطير، وهو ما يتعلق بالحسابات الختامية وتقارير ديوان المحاسبة. هذه هي المرة الأولى اللي يدعت فيها ديوان المحاسبة، وهذا نسجله للمجلس وللحكومة في إعطائنا هذه الفرصة للتحدث مباشرة أمامكم فيما ورد بالتقارير ديوان المحاسبة. قانون الوكالات التجارية، قانون العمالة المنزلية، قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق، قانون في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد. الحضور 41، الموافقة 37، غير الموافقين 4. إذا موافقة على مشروع القانون في مداولة الثاني وإحالة للحكومة. أحداث الحرب الكونية التي هالته صغيراً مروراً ببشاعة الغزو والفزع السوري الذي استنسخ من وحشية الحروب المدمرة، عززت في صباحنا إيماناً بصحوة الإنسان مهما كان. وفي خضم كل المهام والهموم اخترق الألم السوري صمت الدنيا أمام صخب الدمار والتشرد. نداء الإغاثة ملأ الدنا بالصداح، فلبى الصباح أن أني نصير المستضعفين. الكويت مركز عالمي للعمل الإنساني، وسمو الأمير قائدا للعمل الإنساني. لحظة سكون مريب وسط خارطة الجنون، طلاميون أرادوا إطفاء النور الذي بيننا، فسطع في وجههم صباحنا بوقفة الصادق ولهفة الصدوق. استجمع الوطن حوله فنصر الشعب بعضه، حمد الله أن أنصفنا بسموه. دمعة أطفأت نارا لواحة
لين استنكر اني اروح الى المسجد الصادق؟ من انتم؟ انتم بلد ثانيه، انتم اهلنا، انتم عيالنا، اخواننا. لا، لم نذهب لكم، نذهب لمن؟ فلذلك نحن نعزيكم في اولادنا وفي عيالنا اللي راحوا. انتم اهلنا، نعرف اهلنا اهل الكويت. أعلم أن الأيام تتعاقب والأحوال تتبدل، والتغيير سنة الله في خلقه، فليس مهما استعجال التغيير والإصرار عليه، الأهم هو الاستعداد للتغيير. صباحنا آفاقنا بالتغيير تجسدت نماء وإعمارا طموحا نابعا من أعماقنا، فكل منا يملك في أعماقه شيئا من شعاع الضوء الطارد للظلام، وبالتئامنا جميعا يدا بيد مجلسا وحكومة، شعبا ودولة، الشعاع الواحد يلتحم حزمة مضيئة تنير آفاقنا. منكم من شهد الكويت بالأبيض والأسود، لكني رأيتها على الدوام بكل ألوان الطيف، دولة صغيرة بأحلام كبيرة، تسكنني هواجس الإنسان، تؤرقني المخاطر المحدقة بالسكينة والسلام، صوت يهبس في وجداني، الحاضر مبني على ما مضى، الحاضر مبني على ما مضى، أما أنا، أنا صباحنا المشرق تربع عرش قلوبنا، لك منا اليوم كل الشكر أن ألهمتنا الأمل في حاضرنا ومستقبلنا، كل العرفان أن عززت وحدتنا، كل الامتنان أن رسخت الأمن في ربوع بلادنا، كل الحب والولاء أنك صباحنا. سيروا على بركة الله متعاونين متآزرين لكل ما فيه خير ومصلحة وطنكم وعزته وازدهاره، ونسأله تعالى السداد والتوفيق والنجاح، إنه نعم المولى ونعم النصير. سيبقى مجلس الأمة على قدر المسؤولية خلف أمير البلاد رئيس السلطات معينا له، متحملا أدواره التاريخية وواجباته الوطنية للنهي بالبلاد والعباد عن المخاطر والمهالك. صباحنا كنز من العطاء، كنز من الإنجازات، كنز من التضحية للكويت وهل الكويت. يبا صباح تدري ليش احنا نحبك؟ لأنك الأب الحنون اللي ما منا اثنين. وتدري ليش احنا نعشقك؟
لأنك ضحيت علشاننا طول هالسنين. أفعاله تسبق كلامه، ومهما كان بقلبه ما نشوف غير ابتسامة. دوم يعطي ويراضي ويهني ويواسي وحاط شعبه قدامه. أحلفكم بالله، أحلفكم بالله أكون مثل اثنين. وابوي الشيخ نواف حبه بقلوب كل الكويتيين. يبا نواف انت السند والعون، وانت ذراع شيخنا اليمين، وانت اللي مكتبك مثل قلبك، دوم للكل مفتوحين. بس انا اليوم يبا صباح تعبانة وما حد عارف شنو فيني. احتاروا المستشفيات والأطباء، ما حد عارف شنو علتي وش هالمرض اللي معقد الكل فيني. هم يحسبون انه مرض، ما دروا انه متاوشين على صورتك يبا صباح. قلبي وعيني يا بعد عيني. يبا صباح لا تحاتي، لا تحاتي ولا تشيل هم مولية. دام مجلس الأمة الحالي موجود أبشركم مش قطار التنمية. صحيح تواجهنا تحديات كبيرة ومشاكل كثيرة، وهذه كلها أمور عادية، لكن ننتقد بس هذا اللي مو عادي مولية. بادر يا أخي، شارك، قدم، عط الديرة كثر ما خذيت حتى لو شوية. اليوم يبا صباح كل أمورنا مستقرة، تدري ليش؟ لأن هناك رجال متفاهمين ومتعاونين، جامعهم حب الوطن ومتحملين المسؤولية، يشتغلون ليل ونهار بصمت وبهدوء مثل النحل في الخلية. سنوا القوانين وعجلة التطور والاقتصاد مشوها اللي كانت واقفة من سنين. والله ما حد قايش وياهم بالقيادة والرؤية المستقبلية. يا رب اجمعنا ولا تفرقنا، وابعد عنا شراع الفتنة والفتان، واحفظ الكويت وشيخها وأهلها من كل حاقد وحاسد شيطان. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أميرنا صباحنا ماكو مثله في العالم كله، في الدنيا كله، ومثل كويتنا ماكو. كويتنا، الكويت هي أمنا، الكويت هي عرضنا وشرفنا. سقيناها حب احتضنتنا، سقيناها دم شهدائنا. حافظوا عليها يا أخوان. أحايينا كثيرة تقف مسافة الكلمات عند حدود المعنى، فتكون الهدية وسيلة تعبيرية ورمزا للمحبة والولاء. تسليم الهدايا تلتقي فيه الأيادي بالمصافحة، لكن القلوب تتعانق قبلها وبعدها، فتشكل لوحة أجمل من كل فنون البلاغة. وعندما تكون الهدية وثيقة تاريخية، فإن الدلالة تكتمل بالرمزية الكامنة في وثيقة محضر مجلس الأمة التشريعي الأول لعام 1938، والتي يقدمها معالي رئيس مجلس الأمة لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه.
وفي لحظة رمزية أخرى لها دلالاتها، يشكل تكريم المجتهد والمتميز عطاء وإبداعا، يشكل لفتة غاية في سمو معاني العرفان بعد الاعتراف بجميل المثابرة والبذل. في لحظة كهذه يكون التكريم بداية لمزيد من البذل والاجتهاد، لذلك سيتم تكريم كوكب من المتميزين يتقدمهم الفنان جاسم النبهان. المخرج عادل الخضر، جمال علي بناشي، عمر جمال بناشي، لولو جمال بناشي، ريهام عثمان العيار، بدر ناصر ششري، مشعل صالح أشكناني، حسين جمال، محمد اليوسفي، الاحتفالية المباركة ابتهال إلى المولى عز وجل أن يديم أفراحنا بأن يحفظ وطننا وأميرنا، فصباحنا بسمة الوطن في محياه، تحيا الكويت في إنسانيته، لنفخر برعايته وبالولاء لعطاءاته. الإنجاز ثمرة توجيهاته، والأجيال عنوان محبته، إن الكويت في تجلياتها هبة إلهية، وسمو الأمير إشراقة صباحاتنا، صباح أحمد جابر لنا جميعا. أستسمح الحضور الكريم البقاء في مقاعدهم لبرهة من الزمن، خلالها نرجو السادة الأعضاء مرافقة صاحب السمو لالتقاط صورة تذكارية، ولكم جزيل الشكر.
الأخوة والأخوات، وهكذا ارتدى مجلس الأمة أثواب الأعراس الوطنية المرصعة بمعاني الوفاء، واكتست مبانيها بأوشحة أطياف البهجة مشرقة أضواؤها حتى علت عنان سماء الكويت بقدوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بافتتاح المبنى الجديد لصرح عظيم وديمقراطي الذي وضع دولة الكويت على خارطة الديمقراطية، وكان الأداة الديمقراطية التي أتاحت الفرصة للتعبير المشاركة في صنع القرارات. المبنى الجديد لمجلس الأمة صرح آخر في البناء الديمقراطي النيابي لدولة الكويت، فالكويت هذا البلد الصغير في مساحته تحولت في عهد سموه رعاه الله إلى بلد كبير بعطائه ومركز إنساني عالمي وواجهة لكل العرب تحتضن القمم العالمية وفي طريقها إلى مركز عالمي مالي واقتصادي، الحلم الذي يراود الكثير من أبناء هذا الوطن في عهد سموه رعاه الله حتى نرى الحلم يتحقق على أرض الواقع. وهكذا أيها السيدات والسادة، نقلنا لحضراتكم ولا نزال معكم من مبنى مجلس الأمة وافتتاح مبنى صباح الأحمد الجديد، المبنى الجديد للسادة أعضاء المجلس، والذي تفضل منذ قليل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بافتتاحه، وهي إحدى صور رعاية وعناية سموه رعاه الله بالمؤسسة التشريعية. إن هذه المبادرة ليست غريبة عن سموه حفظه الله، الذي طالما ساند ووجه المجلس إلى أن يكون دائما في خدمة الشعب وقضاياه والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بالعمل التشريعي الذي يرتقي بالمجتمع وبالتالي تحقق رفاهية أبنائه. كما نشاهد هذا المبنى الجديد في المجلس الذي يعد من أجمل المباني في الكويت لشكله الخارجي وما يحتويه من مرافق متعددة وأجهزة متطورة، والذي يلبي الاحتياجات في استقبال وفود من الخارج، كما هناك مسرح للمناسبات، وهو بلا شك نقلة نوعية في العمل المعماري في دولة الكويت من حيث الأدوات المستخدمة واللمسات العصرية، نقلة نوعية حقة في العمل النيابي في دولة الكويت، يعد صفحة جديدة فتحت في العمل البرلماني بتقسيماته الفنية والهندسية، فهو ملائم تماما لأداء العمل النيابي ولتطلعات المجلس المستقبلية بما يحتويه من عقد لجان من خلال قاعات كبيرة وفسيحة للمحاضرات والمكتبة المزودة بأحدث التقنيات العصرية. إن دولة الكويت شهدت في عهد وقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تطورا كبيرا ونهضة كبرى في شتى المجالات العمرانية والاقتصادية، صورة تذكارية بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وصورة تذكارية مع أصحاب المعالي الوزراء والسادة أعضاء مجلس الأمة بمناسبة افتتاح مبنى مجلس الأمة الجديد اليوم والمسمى مبنى صباح الأحمد الجديد. إن الكويت شهدت في عهد وقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تطورا كبيرا ونهضة كبرى من خلال المجالات العمرانية والاقتصادية. سنوات مضت شهدت بناء دولة عصرية حديثة، من خلال توجيهات سمويه رعاه الله الحكيمة والتي تسعى دائما لتكون دولة الكويت لها مكانة رائدة إقليميا في جميع نواحي الحياة. إن مبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برعاية وحضور حفل افتتاح المبنى التكميلي الجديد لمجلس الأمة، تلك المبادرة كما ذكر السادة الأعضاء اليوم بأنها ليست غريبة على سموه حفظه الله الذي طالما ساند ووجه المجلس إلى أن يكون دائما في خدمة الشعب وقضاياه والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بالعمل التشريعي الذي يرتقي بالمجتمع ويحقق رفاهية أبنائه. وأكدوا جميعا بأن دولة الكويت جديرة بأن يكون لبرلمانها مبنى يليق بتاريخ الحياة النيابية، لا سيما أن مجلس الأمة له الريادة والقيادة في المنطقة وتاريخ مشرف في العمل التشريعي والرقابي وتجارب رائدة في الممارسة الديمقراطية. وذكروا بأنه ليس توسعا من خلال هذا الافتتاح في المباني فحسب، بل بالمعاني الذي يشهده الفصل التشريعي 14 وما حظي به من إنجازات عديدة سواء على المستوى التشريعي والمستوى الرقابي. في هذه اللحظة المباركة غادر موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مكان الاحتفال من مجلس الأمة. كلنا نحتفل بك كلنا يا غمان وحبنا جعلك العمر تهنى.